يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الابتداء في الدعوة؟ الابتداء بأشراف الناس قبل فقرائهم، ما يترد؟ نعم، ما حكم الابتداء في الدعوة بأشراف الناس قبل فقرائهم بما يترتب على ذلك من المصالح؟ لا، البداية بالرؤساء أو بالملوك، نعم، لأن الله إذا هداهم اهتدى أتباعهم. البداية بالرؤساء والذين لهم شأن، نعم. لكن لا جاك مسلم يسأل ويريد الخير، ولو أنك عند ملك ولا عند، تبدي المسلم، نعم.